في زميل فاضل يا شباب الاول بحب اشكره، عنده مقدره تكنولوجيه ان هو يعني، بشكر طبعا الدكتور مصطفى على انه بيحط لنا الفيديوهات، وفي زميل اخر عنده مقدره انه يجمع الثلاث فيديوهات في فيديو واحد، فيبقى اللي يحب ياخدهم متصلين بشكره، ولا اني مش يعني ليس في ذاكرتي اسمه عشان اشكره بشخصيه، لو يحطها لنا ويقول لنا حتى السايت عشان الناس تقدر تدخل عليه وتستفاد اكتر اكون شاكر. يبقى عندنا التو بوسيبيليتيز، لو عاوز تاخد وتريح شويه تبقى فيها راحه لطيفه فيها ميزه، لو عاوز تاخدهم ورا بعض اتس اوكي، يا ريت يبقى يقولها لي مره اخرى لان ضاع مني اللينك اكون شاكر عشان ابقى احطه لكم. يبقى تاني يا شباب، ده اهم بامب في الجسم، سودو بوتاسيوم بامب، انه عنده القرص جبنه رومي ده عنده ثلاث مميزات، 3 بايندينج سايتس للصوديوم جوه انسايد، 2 بايندينج سايتس فور بوتاسيوم اوتسايد. البيتا سب يونت عندها اي تي بيز اكتيفيتي، تقدر تحطم الاي تي بي عشان توليبريت انرجي، تطلع طاقه، الطاقه دي تعمل كونفيجريشن تشينج، تلف القرص عشان تجيب البوتاسيوم مكانه جوه والصوديوم مكانه جوه بره. انا عملتها بجمله فيها ساجع جميله يا شباب، فبقول ايه عشان تحفظها، when all sites are saturated، لازم الخمسه يتشبعوا، all sites are saturated، التلاتة صوديوم واثنين بوتاسيوم، the ATPase is activated، يتنشط الانجن يدور، and energy is liberated. يبقى جمله فيها ساجع جميله اهي، when all sites are، قولوا معايا، saturated، the ATPase is activated and energy is liberated. يبقى حلوه، حتى عارف ليه بقولها بموسيقى الساجع برضو في الشرح، الانسان قلت لك بيسمع احسن، ربنا قدم السمع على البصر، السمع التذكر فيه احسن. اديك اغنيه مكتوبه وما تغنيتش عمرها، اقول لك احفظها صعب جدا، خليها تتغنى وتسمعها مرتين تبقى حافظها صم، فحتى بحاول احطها بايقاع فيه ساجع عشان خاطر تفتكرها. When all sites are، اسمعها معاكم، when all sites are saturated ATPase is activated and energy is liberated. فتعمل ايه الانرجي دي بقى؟ configurational change في الكارير بروتين to bring البوتاسيوم في مكانه inside والصوديوم في مكانه outside. يبقى ايه الفانكشن بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هو قلت اهم بامب في جسمك، مش موضوع نيرفال ماسل، في كل خلايا الجسم، اهم وظيفه هو ده اللي بيكيب keeps الصوديوم outside والبوتاسيوم inside، هو ده اللي بيحافظ على التركيب الايوني بتاع الجسم اللي عاوزه ربنا، ان الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه، يبقى it keeps الصوديوم outside والبوتاسيوم inside، it keeps الصوديوم out والبوتاسيوم in. طب وتاني وظيفه؟ it keeps الصوديوم out والبوتاسيوم in. طب وتالت وظيفه؟ it keeps الصوديوم outside والبوتاسيوم in. لازم تبتدي دي المهمه. وفوق البيعه وقصد الهي انه يبقوا 3 صوديوم بره في مقابل 2 بوتاسيوم جوه، يبقى عدد البوزيتيف تشارجز بره 3 صوديوم يقابلهم 2 بوتاسيوم بوزيتيف جوه، يبقى انهي سطح عليه بوزيتيف تشارجز اكثر؟ الاوتر سيرفس، وهو ده الريستنج ميمبرين بوتنشال. يبقى لانهم 3-2 اصبح في فرق جهد، بره بوزيتيف اكثر، 3 بوزيتيف صوديوم بره يقابلهم 2 بس بوتاسيوم، فاعتبرت الصوديوم بوتاسيوم بامب القوه الثانيه في صناعه الريستنج ميمبرين بوتنشال، بس قوه ثانيه واضعف بكتير، ماينس 4 من 90، هنا كانوا ماينس 86. يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب ليه وظيفتين، هو ده اللي كيبس الصوديوم اوتسايد والبوتاسيوم انسايد، دي الوظيفه الاساسيه، وقصد الهي ان 3 صوديوم بره يقابلهم 2 بوتاسيوم جوه، ان يبقى بره عليه بوزيتيف اكتر من جوه، يبقى في فرق جهد بين بره وجوه، وبره بوزيتيف اكتر، هو ده الريستنج ميمبرين بوتنشال. فاعتبرناها ان الريستنج ميمبرين بوتنشال ليه سببين، الاول والاساسي سيلكتيف برميابيلتي، لانها ان هو سيلكت البوتاسيوم وعمل فرق جهد ناقص 86، وتاني سبب الصوديوم بوتاسيوم بامب. هنا في سؤالين ام اس كيو مهمين جدا، ممكن اقول لك ان انا شرحت بس تفاجئ الاسئله حاجه ثاني خالص. البامب في الجسم نوعان، لو هو كان بيدي 3 صوديوم بره مقابل 3 بوتاسيوم جوه،
هل كان هيبقى فيه فرق جهد؟ فكر معايا. او 2 بوتاسيوم مقابل 2 صوديوم، يعني نفس الرقم 3 قصاد 3 بوزيتيف او 2 بوزيتيف قصاد 2 بوزيتيف، هل ده يخلق فرق جهد؟ الاجابه عاوز اسمعها منك. لا، كنا سميناه نون الكتروجينيك بامب. بامب لا يخلق كهرباء. نون الكتروجينيك، جينيسيس يعني تخليق، لا يخلق كهرباء. نون يعني لا، الكترو يعني كهرباء، جينيك يعني جينيسيس تخليق، نون الكتروجينيك بامب. جاوب بقى السؤال ام اس كيو. الصوديوم بوتاسيوم بامب ده بعد اللي شرحته، ده نون الكتروجينيك بامب ولا الكتروجينيك بامب؟ بيخلق فرق جهد ولا بيخلقش؟ بيخلق، لانه 3-2. ففي الام اس كيو ده صوديوم بوتاسيوم بامب، الاجابه الصحيحه از ان الكتروجينيك بامب مش نون الكتروجينيك. ده انا ببتئس في بعض الزملاء، وطبعا طلبت منهم وصلحوها الحمد لله، كانوا بيكتبوها ساعات بوتاسيوم صوديوم بامب. هي صوديوم بوتاسيوم بامب يا شباب. هتقولي ليه؟ لانها بتبامب 3 صوديوم مقابل 2 بوتاسيوم، فالاهم فالاقل اهميه، فاسمها صوديوم بوتاسيوم بامب مش بوتاسيوم صوديوم بامب. مش هعيد تاني الغلط عشان ما تلخبطوش. صوديوم بوتاسيوم، صوديوم بوتاسيوم، صوديوم 3-2 بوتاسيوم بامب. السؤال الثاني وهالاصعب في الام اس كيو. لو انا اخذت دراج بوظ الاي تي بيز، اي تي بيز دراج بويزن للاي تي بيز، بوظ هذا الانزيم، يبقى هيوقف الصوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى الصوديوم اللي دخل جوه مش هيطلع، يبقى هيبتدي تركيز الصوديوم جوه يزيد وتركيز البوتاسيوم بره يزيد. لسوء الحظ الايونات هتبقى اكتر بره ولا جوه؟ احنا قلنا في فرق واحد هنا، في 3 صوديوم يقابله 2 بوتاسيوم، يبقى الصوديوم لما يتجمع جوه يبقى جوه عدد الايونات اكتر من بره. ما هو البامب مش شغال، بوظنا الاي تي بيز. لما الايونات دي تزيد جوه بالقوه الاسموزيه، ده اصعب سؤال، تشفط الميه جوه الخليه، يبقى الصوديوم هيسحب ميه بالاسموزيس، فالخليه تنتفخ سويل زين بوم رابتشر وتوفانا الله. يبقى حاجه بيننا احنا كده ان هذا الصوديوم بوتاسيوم بامب لو بوظته انتفت الحياه، انتهت الحياه، لان الصوديوم هيتجمع جوه اكتر من البوتاسيوم، هيسحب ميه باسموزيس، السيلز هتسويل هتنتفخ وهتربش. ده سؤال صعب، هجيب لك سؤال لازم تبقى مستعد له. If the sodium potassium pump is inhibited أو if we poison the ATPase enzyme for يسموه حتى sodium potassium ATPase، عشان ده ما هو في ATP لكل حاجة، في ATPase لكل عملية، فده اسمه الطويل sodium potassium ATPase. لو بوظته يحصل ايه؟ يبقى يقف البامب، يبقى في صوديوم جوه اكتر من البوتاسيوم بره، يسحب ميه بالاسموزيس، تنتفخ الخليه وتنفجر. يبقى هنا سؤالين، يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب الكتروجينيك مش نون الكتروجينيك، لانهم 3-2، لما يبقوا قد بعض يبقى ما يخلقوش فرق، تبقى نون الكتروجينيك. والسؤال الاصعب، لو وقفت ده الخليه تنتفخ وتفرقع. طب سؤال تاني اصعب، لو وقفت الصوديوم بوتاسيوم بامب الريستنج ممبرين بوتنشال هيبقى كام؟ يبقى احنا مفيش الاربعه دي، مفيش صوديوم بوتاسيوم، سيبنا ان احنا متنا، متنا ده موضوع اخر. الريستنج ممبرين بوتنشال مش هيبقى ناقص 90 في اللارج نيرف فايبرز، هيبقى ناقص 86 ملي فولت. فهمت قيمه الاسئله الام اس كيو؟ ليه في فرق بين شرح موجه واحنا في دماغنا وحافظين الاسئله سؤال سؤال بيجوا فين، وان واحد بيشرح بيقرا مع الطلبه، لا فهمه بالاول وبالتالي ما حفظوش، ما هو الحفظ ده بينتج عن الفهم العميق، ويدخلوا الامتحان اسئله جديده نوفي، ما هم ناقلينها كلها من هنا، ما تفكيش بيألفوا اسئله، نفاجئ بان اسئله لهاش علاقه باللي اتقال. لن باذن الله، باذن الله اترك سؤال واحد. اي نو الاسئله وورد وايد، فين كل حته السؤال بيجي وازاي، فتبقى عارف. في دقيقه في عجاله وكده ابقى خلصت. يبقى سبب، ما هو سبب السؤال الثاني؟ كان اول سبب اللي هو الافكتفنس اوف ستيمولس على وجه التحديد، سترينث دريشن كيرف. ثاني سؤال كوجس اوف ريستنج ممبرين بوتنشال. ولا تنسى
ان المسؤول عن البولايستيت والبوتاسيوم. وده سؤال يقول لك ايه اكتر تلخبطه في اين تلخبط البولايستيت ريسينج بوتنشال، ما تقراش السؤال بوتاسيوم ام اس كيو. السبب حاجتين: سيلكتيف بيرميابيليتي وصوديوم بوتاسيوم بامب. ولازم قبل ما تشرح تقول ان ده باسف ومسؤول عن ناقص 86 ملي فولت. ناقص دي مهمه جدا باهميه ملي، الرقم نفسه اهو، انما الماينس 86 ملي فولت، انما ده اكتف ومسؤول عن ماينس 4 ملي فولت. هتشرح ده في كام مع شقتي مثل عشقي للنظام في ثلاث نقط. هتتكلم على الاينز توزيعها مين بره ومين جوه، والشانلز انها سيلكت البوتاسيوم فاسمها بوتاسيوم شانلز، الاسم الطويل انورد ريكتيفاين بوتاسيوم شانل. ثم تتكلم على الموفمنتس اوف اينز اكروس شانلز، بوتاسيوم عاوز يخرج بالكونسنتريشن، عاوز يدخل بالالكتريكال. متى تتوقف حركه البوتاسيوم؟ عندما تتساوى القوتان. مين حسب الاكوليبريم بوتنشال امتى هتساوى؟ واحد فاعل في العالم اسمه نيرنست حط الاكويجن اللي بتاخد اين اين. طلعنا منها بايه؟ بان لما بناخد بوتاسيوم لوحده الرقم بتاعه هو الاقرب للحقيقه ماينس 94، بينما الصوديوم بعيد، مش بعيد، بعيد كل البعد، لانه مش 61 ده بلس 61. فهو اللي عرفنا ان المسؤول عن البولارايز ستيت هو البوتاسيوم. ده سؤال ام اس كيو. السؤال الثاني: اخطر اين لما يتغير ياثر في البولارايز ستيت اللي هو ريسينج ميمري بوتنشال ويموتنا؟ بوتاسيوم. طب مين عرفنا ان هو السيلكتيف بريميلتي ناقص 86؟ ان اللاعب الرئيسي البوتاسيوم لكن مش الوحيد، كلهم بيلعبوا، فخد في الاعتبار اول اينز والبريميلتي. راجل يهودي يهودي جولد مان. ثم الصوديوم بوتاسيوم بامب شرحناه في ثلاث نقط. الصوديوم بامب اجينست تو جريدينتس كونسنتريشن الكتريكال، رقم السعد في الصوديوم 2 زي الاوتونوميك، بينما البوتاسيوم بامب اجينست 1 جريدينت كونسنتريشن بس، رقم السعد 1 زي السوماتيك. تملي رقم السعد ده لطيف، طلبه بيقعدوا فاكرينه، كل حاجه في الصوديوم 2، كل حاجه في الصوديوم 2، كل حاجه في البوتاسيوم 1، كل حاجه في الاوتونوميك 2 2 2. وبعدين تقول الميكانيزم في صوديوم بوتاسيوم بامب. الاول تشرح القرص الجبنه الرومي اللي هو اهم كارير بروتين في السيل ميمبرين. ادي السيل ميمبرين اهم واحد، 3 للصوديوم جوه، 2 البوتاسيوم بره، والبيتا سب يونت عندها اي تي بيز، والجمله اللي كلها سجع. When all sites are saturated the ATPase is activated and energy is liberated. الانرجي تعمل configurational change في شكل البروتين، تجيب الصوديوم في موقعه بره والبوتاسيوم جوه. وبعدين ايه الوظيفه؟ ان هو ده اللي بيحتفظ بالصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. Keep sodium potassium الصوديوم اوتسايد والصوديوم اوتسايد والبوتاسيوم انسايد. فوق البيع ان هو الكتروجينيك بامب، 3 هنا بوزيتيف يقابلوا 2 هنا بوزيتيف، فبقت القوى الثانيه في صناعه بولارايز ستيت او ريستنج ممبر بوتنشال. ثم الاسئله الام اس كيو: ات از الكتروجينيك بامب، يحصل ايه لو بوظته؟ الحاجه الخطيره ان الصوديوم يتجمع جوه اكتر من البوتاسيوم، يسحب ميه بقى اسموزس، خليها تنتفق وتفرق. سؤال تاني ام اس كيو: طب في الحاله دي لو مفيش صوديوم بوتاسيوم بامب، الريستنج ممبر بوتنشال هيبقى سببه حاجه واحده بس، السيلكتيف بريميابيلتي هيبقى كام؟ ناقص 86. والغلطه المشهوره ما تنساش، ما اسمهوش بوتاسيوم صوديوم بامب، صوديوم بوتاسيوم، صوديوم بوتاسيوم، صوديوم اهم، 3 صوديوم ل2 بوتاسيوم بامب. مره اخرى اكرر شكري لان بتدوني اغلى حاجه في حياتكم وهي الوقت، واتمنى ان انا ابقى استثمرته استثمار جيد وفدتكم. يعني بشكر كل واحد على التعليقات الجميله اللي بيكتبها، انا ممتن ونفسي اقدر ارد على واحد واحد، بس انتوا عارفين يا شباب يعوزني الوقت عشان ارد على كل هذا، لكن انا بشكركم في مجموعكم وكاني بشكر كل واحد واحد. ومن فضلكم اهتموا بالام اس كيو واسمع المحاضره مرتين، مره تفرغها ومره في الوقت الضائع كباسيف ليرنينج، حط الهيدفونز واسمع وانت في الشارع وانت ما عندكش مجهود تذاكر، اسمعها مرتين، بليف مي هتطلع حافظ صم. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، ونلقاكم باذن الله اذا كان في العمر بقيه يوم الثلاث في نفس المواعيد ومع المحاضره القادمه في الاوتونوميك باذن الله اعتقد الثالثه. شكرا.